متابعه التافهين من خلال هذه الوسائل الذين صاروا هم ساده السوشيال ميديا كما يقولون متابعه التافهين هؤلاء لان هذه الاجهزه من يملكها؟ او البرامج بشكل عام تويتر وفيسبوك من يملكها؟ ملكها ناس كفار ما يريدون بنا الخير فيجعلون هؤلاء التافهين هم المشهورين هم اللي كذا متابعين كذا واحيانا بعض الناس اللي فعلا على الخير وهذا يحجبونهم او يحجبون بعض كلامهم ما يعجبهم هذا الكلام محجوب عند قناة تلفزيونية يشيلونها ليش انه ما توافق الذي هم يريدونه وبعكس ذلك يرفعون من شعر هؤلاء التافهين والناس للأسف تتابعهم والمرأة تطالع الملابس وتطالع العرض وهذا وتوري زوجها شوف شراكب هالنفنوف هي تشوف النفنوف وهو يشوف اللي لابس النفنوف مشكلة الآن فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا على كل كما ذكرت أن هذه الوسائل لها يعني يعني إيجابيات ولها سلبيات والعاقل يختار لنفسه إما أن يترك هذه الأجهزة تماما ويعيش حياة مثلما ما كان عاش آباؤنا وأجدادنا والحمد لله ما ضرهم ذلك شيئا وإما أن يكون حريصا على نفسه وعلى زوجه وعلى اولاده بحيث انهم يعني يكون استخدام هذه الاجهزه باعتدال وليس بهذه الصوره التي نراها ان كان يستطيع ذلك وان كان لا يستطيع فعليه ان يمنعها تماما لان كما قلنا في بدايه كلامنا اذا كان الخير اكثر من الشر قدم الخير واذا كان الشر اكثر من الخير قدم دفع الشر واذا تساوى الخير بالشر قدم دفع الشر ايضا